ملخوش ملخوش، شو بدك تضرب هلا ابو هارون؟ بدي نشتغل الشجرة، بدي السجرة. اطلع على علبة السردي عمول لزوم. طول بالك لنشوف وين صارت الشجرة. ايه تمام. ايه، علبة السردين. ايه يلا. بس منطقي ما سبتم سو صورني على الحجرة، على الحجرة. طول بالك اطلع بالصورة، وين صارت؟ بينك معه؟ يعني هذه طول بالك وين صار؟ ايه ابو محمد، ولك طارت شقف علي الحرام في نصها، طارت شقف يا زلمة. علي الحرام طارت شقف. موسى تملقمي بينت معك ولا ما بيني؟ ايه موسى تملقمي. ايه حط على علبة السردي. أبو محمد إذا ما بنصها طارت شقة. بيني علبة السردي؟ إيه. أخذ وضعية المنفضح أبو أحمد. ما تبقى شيء فص بس لما بتقوي. ما انصاري بالشجرة اجت على يمينها. شفتها انفجرت، اعتقد انها انبخشيت او اجت حدة وهريت. خلينا نعمل لك تبعيد. شبوق شبوق بس الحجرة اللي قوستها انا اصابتها بالنص يا سيدي. وينك؟ راح اشوفك. تعال خلينا اشتقل شيل الباردي، خليها معك لان طارت شقف. قريع عظم. شو هذا؟ بقرة؟ يا محمد فيرطة فرض. تعرف شو يعني فرض؟ يعني إصابة متفجرة هاي. يا محمد تعال شوف اللي قوسته أنا. قري قري لك كم قطعة؟ شو مفج... تعال فرا مفجر ده تفجير يا زلمي. وهديك قطعة بالأرض كمان. وين ايه؟ شو بشلوك ملخو صايب حدة وهير رمو. وهون قوس وحدي ابو احمد فجرت كمان ليك البودرة تبعتها. ليك المخزوق وينك؟ لا قولوا مستحيل بيطلع. يا إلهي يا محمد شو قوة هالشجرة؟ من طيب السنديان بيقولوا لك إيه. بس كمان الضربة الأولى الحجرة ليك ما فيرطة راحت. في حجر صغيرة هون راحت. نعم وهوني ها قلت لي من صابت لك انا هاي عم بضرب عم فكر الطرف حجره. قال ليك من صابي يا زلمي شبه لك ها 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 طاير من هالشق في هو مرقه من هوني. انا عم قل لك انا شفتها بالحجره وليك هوني كانه فايت بقلبها هاي. انا هاي قد عم بحكي عم قل لك البيضه مبين طرفها.